سنة 1901 في الخرطوم عاصمة السودان اتولد طفل اسمه محمد نجيب. أبوه اللي هو نجيب كان ضابط في الجيش المصري خدمته في السودان لما كان السودان يتبع مصر إداريا. محمد ده أصله من محافظة الغربية في مصر، لكنه نشأ في السودان مكان شغل أبوه ودرس فيها لغاية المرحلة الثانوية. بعد ما خلص الثانوية قرر يكمل مسار والده ويدخل الكلية الحربية في مصر وانتقل لاستكمال الدراسة هناك. وبهذا الشكل الطبيعي والهادئ مشيت حياة محمد الطالب الهادي النجيب لغاية ما وصل لرتبة لواء داخل الجيش المصري، وهنا تتشقلب حياته كلها رأسا على عقب علشان يكون أول رئيس لمصر وبرضه أول الضحايا المعروفين لخيانة وطمع العساكر. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية. النهاردة 19 فبراير، وده يوافق تاريخ ميلاد الرئيس الراحل محمد نجيب أول رؤساء جمهورية مصر العربية. لواء محمد نجيب صحيح أول الرؤساء، وده إحنا جيلنا قدر يعرفه بتفاعلات سياسية كتيرة ومعقدة لو ما كانتش حصلت كان زماننا دلوقتي ما نعرفش عنه حاجة، لأن ده اللي كان عايزه خصومه، إنه ما نعرفش حاجة عن محمد نجيب زي كتير غيره قدروا يمحوهم من تاريخنا. ليه ما كانوش عايزيننا نعرف عن محمد نجيب حاجة؟ ده هنعرفه مع بعض، بس خلينا قبل ما ندخل في القصة دي نحكي شوية عن محمد نجيب وخصومه. محمد نجيب زي ما قلنا حياته المهنية كانت عادية جدا، لكن سمعته داخل الجيش كانت كويسة جدا، عسكري شاطر ومحبوب وأخلاقه كويسة. في نفس الوقت ده كان في تنظيم ضباط صغير داخل الجيش برتب صغيرة برضه، متضايقين من الملك ومن الفساد الموجود داخل الجيش. قرروا علشان يوصلوا لأكبر عدد من الضباط جوه الجيش إنهم يتواصلوا مع اللواء محمد نجيب لسمعته الكويسة وعلشان كمان رتبته المرتفعة. اقتنع محمد نجيب بفكرة إنه الجيش فيه فساد ولازم نصلحه، ورشحوا التنظيم في انتخابات نادي الضباط، وفعلا نجح ضد مرشح القصر الملكي، وده خلى الملك يلغي نتيجة الانتخابات. عدى وقت قليل جدا وقرر تنظيم الضباط الأحرار ينفذ انقلابه العسكري على الملك فاروق، وفي الوقت ده كان طبعا محمد نجيب على رأس التنظيم. اتنفذ الانقلاب وتكون مجلس قيادة الثورة اللي بالطبع ترأسه نجيب لأنه أكبر أعضاء التنظيم سنا ورتبة، ولولا اسمه ورتبته ما كانش التنظيم قدر يعمل اي حاجة بشهادة عبد الحكيم عامر اللي هو عرض في الاول اصلا ضم اللواء نجيب للتنظيم على جمال عبد الناصر. هنا اتعين نجيب كرئيس للبلاد في فترة انتقالية علشان يبقى اول رئيس لمصر بعد الغاء النظام الملكي، وفي الوقت ده تبدأ الخلافات بين نجيب ومعاه عدد صغير جدا من الضباط داخل مجلس قيادة الثورة وبين جمال عبد الناصر وراء العدد الأكبر من الضباط داخل المجلس. الخلافات كانت حوالين نقطة جوهرية للإجابة على سؤال مهم جدا، هو الجيش دوره إيه؟ محمد نجيب شايف إنه الجيش لازم يسلم البلد لقيادة مدنية ويرسخ لحياة ديمقراطية سليمة ويرجع لسكناته ومهمته الأساسية اللي هي العسكرية. جمال عبد الناصر شايف إنه الجيش خرج من سكناته ولازم يحكم، ومش يحكم بس، ويتحكم. وده اللي وصفه نجيب في مذكراته كنت رئيسا لمصر، وقال بالنص: لقد خرج الجيش من السكنات وانتشر في المصالح والوزارات المدنية فوقعت الكارثة التي لا نزال نعاني منها إلى الآن في مصر. كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا. الخلاف ده خلى جمال عبد الناصر اللي كان وزير الداخلية وقتها يكتل أعضاء مجلس قيادة الثورة وراء ضد محمد نجيب ويحدوا من صلاحياته. الراجل عايز حياة نيابية، فإحنا نحل الأحزاب ونصادر ممتلكاتها ونحل المجالس النيابية. الراجل عايز حرية صحافة وإعلام، إحنا نقفل الصحف ونأممها ونصادرها، وبالشكل ده لغاية ما اضطر نجيب يقدم استقالته. هنا سلاح الفرسان اللي بينتمي ليه نجيب داخل الجيش حس إن الراجل بيتعرض لمؤامرة كبيرة، فبدأت حالة غضب داخل الجيش وخرجت مظاهرات شعبية ضخمة في حب نجيب أجبرت مجلس قيادة الثورة على إعادة نجيب لمكانه ومنصبه. لكن التفكير في التخلص من نجيب لم يتوقف أبداً، وكل السيناريوهات في سبيل ده كانت مطروحة، واللي وصلت لدرجة القتل. جمال عبد الناصر قال الكلام ده كلام مظبوط؟ تقول إزاي؟ قال إحنا بقالنا شهرين ثلاثة ما إحناش عارفين نماشي محمد نجيب، يقول يمين يقول شمال، يقول شمال يقول يمين، يقول كذا يقول كذا، ماسك العوج، ما نعرفش الراجل ده ايه موقفه بقى بالشكل ده ازاي ومسنود على ايه. قلت له انا رايي دلوقتي الشعب بيحب محمد نجيب. قال لي ايوه. قلت له يبقى شيله
هيثير الناس. انا رايي ايه يتعمل فيه زي ما اتعمل في اسمهان، وياخدوه يرموه في ترعه وكل حاجه، واعملوا له تمثال في كل قريه. والله انا قلت الكلام ده لله للتاريخ يعني. بكل بساطه الاخ شايف انه نقتله ونرميه في ترعه وبعدين نبقى نعمل له تماثيل. لكن الحقيقه جمال عبد الناصر كان عنده خطه اذكى. احنا نغتال الراجل لكن معنويا. هو باعتباره وقتها وزير الداخليه كانت اوامره لرجالته انه انتخوا شويه، خلوا البلطجيه والحراميه يشوفوا شغلهم يسترزقوا والناس يفيض بيها، فيبقى دي الحريه اللي جابها لنا محمد نجيب مع كم مظاهره مدفوعه تخرج تهتف ضد الحريه والديمقراطيه مع حادث المنشيه في 54، وبعد تفاصيل كتيره جدا حسم جمال عبد الناصر الامر واعتقل محمد نجيب في نوفمبر 54 وحدد اقامته في فيلا زينة بالوكيل في المرج. طبعا ما خلصتش الحكايه هنا، عبد الناصر ونظامه سعوا لازاله اسم نجيب من التاريخ فعليا، فكانت المناهج الدراسيه اللي بتتناول حدث انقلاب او ثوره 52 ما فيهاش اي ذكر لنجيب مطلقا، وده استمر لغايه السادات ما افرج عن نجيب بعد وفاه عبد الناصر. محمد نجيب ما نقدرش نحكم عليه كرئيس دوله او كحاكم، هو في الاخر كان له راي في مساله دور الجيش في الحياه العامه، وهو ده الرأي اللي احنا كشعب بنطالب بيه من وقتها ولغاية دلوقتي. لكن أطماع العساكر في السلطة بتخليهم يعملوا فينا احنا الشعب وفي بعض أكتر من اللي عملوه في محمد نجيب، وده ما تأخرش كتير بالمناسبة. لما تبص مثلا على نهاية عبد الحكيم عامر، أقرب الناس إلى جمال عبد الناصر على الإطلاق، واللي أكيد يعني قصة انتحاره دي مش داخلة على عيل صغير، ومعروف يعني مين اقتحم بيته وقبض عليه وبعدها بيومين بس اداله كوباية عصير الجوافة فيها شوية سم حلوين. مش بس عبد الحكيم عامر، سعد الدين الشاذلي وما أدراك ما سعد الدين الشاذلي، صاحب خطة العبور في حرب 73، واللي السادات بعد الحرب قام زحلقوا على بريطانيا وبعد كده نفاه ومنعه من دخول مصر، وجي بعد كده مبارك حبسه وشال صوره من غرفة عمليات الحرب وحط صورته مكانه في حركة فوتوشوب قديمة جدا من بتوع حمادة فلاشة. وطبعا الحكاية مستمرة معانا لغاية سامي عنان رئيس أركان الجيش السابق اللي السيسي رماه في السجن كام سنة علشان بس أعلن إنه بيفكر يترشح لرئاسة الجمهورية. دي أمثلة لأسماء معروفة تعرضوا لغدر عسكري من مقربين لهم أو تلاميذ لهم، وإحنا دلوقتي مش بنقيم حد فيهم حلو ولا وحش، لكن بنقولهم يا جماعة اللي أنتوا بتتخانقوا عليها دي بلدنا ومكانكم كلكم على بعضكم، مع احترامنا ليكم كلكم مش هنا، أنتوا مكانكم على الحدود في المهام العسكرية وشكرا لكم. حلقتنا انتهت، لو عجبتكم اعملونا لايك واشتركوا في القناة، واستنونا كل جمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في حلقة جديدة من برنامج إيه الحكاية؟